المياه زي ما ذكرت ما بين التسريبات وآلاف الأطنان المهدرة بسبب هذه التسربات، وما بين النقص الذي تعاني من بعض الأحياء التي لا تصل لها شبكة المياه في جدة. فعلا أحياء ليس بها شبكة توصل المياه إلى هذه المساكن، وأحياء أخرى تعاني من الشبكة الموجودة في تسربات المياه والمستنقعات التي تشكلت بسبب هذه التسربات. جميع هذه الأحياء التي تعاني بسبب هذه المشكلة ما زالت معاناتها مستمرة منذ سنوات. شبكة المياه والصرف الصحي مهمة جدا لكل مدينة ومهمة لكل مخطط. تبعات هذه المشكلة كبيرة على السكان من كل النواحي، ليس أكثرها انتشار الأوبئة والأمراض، وليس أقل هذه المشكلات تأثير على الشوارع وصعوبة الوصول على المياه عبر الصهاريج. طبعا معنا الحديث عن هذا الموضوع رئيس المجلس البلدي بجدة المهندس عبد المجيد البطاطي، والأخ صالح الزهراني، والأخ إبراهيم الخالدي، سكان حي أبحر الذي يعاني من كلتا المشكلتين. أهلا وسهلا بكم. في البداية إحنا كان بودنا حقيقة لتصل هذه المعاناة وليصل صوتكم للجهة المسؤولة، أن يكون معنا من يمثل شركة المياه الوطنية، وتواصلنا معهم ليستمعوا لهذه المشاكل من السكان ويردوا عليها ومن يتحمل مسؤوليتها، إلا أنهم للأسف اعتذروا عن الظهور. لذلك أبدأ معك إبراهيم الخالدي. مشكلة المستنقعات المياه، مشكلة التسربات في الشبكة، الأماكن اللي تعاني من هذه التسربات، كيف تؤثر عليكم كسكان في هذه الأحياء؟ الحقيقة إحنا في حي الزمرد نعاني من مشكلة، مشروع صرف صحي قام في الحي لم يكتمل، خزانات تجمع المياه مفتوحة، سببت مشاكل وأضرار للمواطنين، توقف في مشاريع أخرى المفروض تكون أنشئت وتم الانتهاء منها في المشروع في الحي. المشروع له الآن 9 سنين متعثر، سبب لنا أمراض، سبب لنا خطورة، عدم وجود وسائل السلامة على المشروع، فهذا كله أثر على الحي وعلى الساكنين. كان في حادث قبل فترة في الرحيلي بسبب خزانات المياه الكبيرة، هل هي موجودة؟ نعم. عندكم برضو في الزمرد؟ نعم نعم موجودة، لا زالت مفتوحة بدون أغطية. ممكن يتكرر الحادث هذا اللي تكرر في الرحيلي وراح ضحيته أحد المواطنين، ممكن يتكرر عندنا في الحي، وللأسف ما في أي تجاوب. جميل. أصبت بحمى الظنك. نعم. الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. خرجت من هذه التجربة. المعاناة من هذه المستنقعات هي مسبب رئيسي لمثل هذه الأمراض، هل هذه الأمراض ما زالت موجودة في الحي بسبب البعوض اللي موجود بسبب التسربات إلى هذه اللحظة؟ نعم، في الحقيقة الآن فترة البعوض حتبدأ في الفترة الجاية ما بين شهرين، فهي متواجدة بكثرة، حتكون الآن موجودة والمستنقعات موجودة، الآبار مفتوحة والبعوض متكرر، نطلب وحدات الرش، وعلى فكرة الأمانة بنتصل عليها بتجي، ما ننكر دورها، لكن المفروض يكون هناك في رش مستمر يوميا من الأمانة بدون اتصال مجدول دايركت، لكن ما هو موجود. صالح، بالنسبة لمعاناتكم مع الصهاريج، أنتم بطريقة بدائية تحضرون المياه لمنازلكم عبر صهاريج المياه، أيضا ليس لديكم شبكة صرف صحي، تصريف هذه المياه عبر خزانات أرضية أيضا طريقة بدائية، كما يعني كنا نتكلم قبل الهوى مع المهندس عبد المجيد. معاناتكم مع الصهاريج، طلب الصهاريج، إحضار المياه للمنزل، في معاناة بسبب هذا الموضوع؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لاستضافتي في هذه القناة. حقيقة احنا نعاني من عدم إيصال المياه، شبكة المياه، ما عندنا شبكة مياه. لما نتصل على شركة المياه على أساس توصل لنا صهريج، ناخذ يعني ربما 2-3 ساعات على أساس يستجيب لنا الموظف، مشغول دائما بخدمة مشترك آخر أو عميل آخر. لما بيتصل كم المدة اللي يستغرقها ما بين الاتصال وطلب الاتصال وطلب الصهريج وحتى وصوله؟ وصول الصهريج احيانا على حسب الازمات اللي موجوده، يعني احيانا بيقعد يومين، 48 ساعه. نعم. انقطعت عنكم المياه؟ نعم. يعني نعم في البيت. نعم. لمده يومين. كيف؟ نعم. كيف تتصرف؟ انقطعت، نجيب مويه من البقاله بس من السوبر ماركت القريب، ويعتبر حي من الاحياء الجديده الحديثه. نعم. في جده. نعم. مهندس عبد المجيد، كلتا المشكلتين تعاني منها، يعني مو بس هذا الحي، أحياء كثيرة، ما بين شبكة الصرف الصحي اللي ممكن تأثر على كل حي، وما بين مشكلة الصهاريج وحصولهم على المياه، كيف تعلق على هذه النقطتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد رسول الله. شكرا على الاستضافة، وشكرا على إثارة موضوع يؤذي كل أهالي مدينة جدة. إحنا استشعرنا في المجلس البلدي هذه المشكلة، ووجود تداخل ما بين شركة المياه والبلدية في بعض الأشياء،
فكانت من أهم أولوياتنا أن نربط علاقة وتفاهم بيننا وبين شركة المياه، وعملنا اتفاقية تفاهم معهم، وهذه ساعدتنا كثير على التواصل معهم في عدة أماكن، وكنا معهم في قضية وفاة أحد المواطنين في الرحيل. كنا موجودين معهم وعملنا عنها تقرير. نعم. أيضا وتجاوب تجاوب صاحب السمو الملك المستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة كان سريع وفعال، وفعلا تم الغطاء في منطقة الرحيل، لكن المناطق الأخرى لا زالت مستمرة. في الواقع المشكلة اللي ذكروها الأخوان هي عبارة عن ثلاث مشاكل وليست مشكلة واحدة. جميل. هي المشكلة الأولى كانت التغذية، مياه التغذية، والمشكلة الثانية الصرف الصحي، والمشكلة الثالثة المياه السطحية. التغذية والصرف الصحي هي مسؤولية مباشرة لشركة المياه. احنا اشتغلنا على موضوع طريق الملك سعود باعتبار احد المواقع المتضررة والذي فيها فتحات كثيرة جدا، ووعدونا بالتصرف، وفعلا انتهت بعد فترة من الزمن الآن، وتقريبا اغلقت وسلمت للبلدية للبدء في تنفيذ مشروع السفلة، مشروع التغذية. نعم. مشروع تغذية منازل. هل هذه هذه مشروع الصرف، هل المشروع انتهى؟ مشروع الصرف الصحي تقصد او مشروع تغذية المنازل؟ هذه مشروع الصرف الصحي. مشروع الصرف الصحي. فاغلقت الآن الشارع سليم، الشارع الآن تحت إدارة البلدية لسفلتته إن شاء الله في أقرب وقت كما وعد معالي الأمين. طريقة بدائية موضوع الخزانات الأرضية اللي موجودة ممكن يسبب مشكلة في المستقبل؟ ليس الخزانات الأرضية، هو في الواقع يعني شيء محزن أنه جدة لا زالت تعيش على الصهاريج، سواء في الصرف الصحي، سواء في الصرف الصحي أو سواء في التغذية أو سواء حتى في سحب المياه أوقات الأمطار من البلدية، كلها عبارة عن مشاكل كان ممكن إيجاد لها حلول دائمة وننتهي من هذه المشكلة. تصبح وجود الصهاريج هي وجود للطوارئ في أوقات محدودة ومحددة جدا، لكن أنها تصبح ممارسة عامة كما هو الحال الآن، هذه عملية محزنة بالنسبة للمدينة. إحنا نسعى أن نكون في العالم الأول. جميل. كوطن كمجلس بلدي إيش الحلول اللي بحثتوا عنها وكيف ممكن تطبيقها؟ إحنا كل هذه الأشياء تطرقنا لها. بالنسبة لشركة المياه نجحنا بالتكامل مع بيننا وبين شركة المياه، على سبيل المثال حي الهدى الطحلاوي في منطقة الجنوب، تم توقيع من خلال 3 أسابيع تم توقيع مع شركة لإنشاء شبكة صرف صحي للمنطقة كلها. إنشاء شبكة صرف صحي. يعني في الآن بدأوا ينشوا في هذه المنطقة شبكة صرف صحي. في بعض المناطق مغطاة بالنسبة لهم، وبعض المناطق لا يوجد بها كما هو الحال بالنسبة لحي الزمرد. إحنا أنا ما عندي النسبة هذه، لكن هي يعني بتتراوح بين كل حي وآخر. يمكن عندهم في حدود يمكن 15 حي مكتمل، لكن في أحياء أخرى ناقص فيها أشياء. كم عدد الأحياء الأخرى تتوقع؟ يمكن أكثر من 100 حي. يعني نتكلم عن يعني ممكن 15 الى 20% نسبة التغطية. نسبة التغطية الكاملة، لكن في جزئيات أخرى عندها نسبة تغطية نسبية، واعتماد كل هذه الأحياء على الصهاريج، واعتماد أحياء كثيرة جدا على الصهاريج، بس ليس في التغذية ولكن في السحب. المشكلة الرئيسية أنه في استخدامات كثيرة للمواطنين ليس للسحب المياه. الخزانات الصرف الصحي تقفل وتغلق تماما، فيصبح بالتالي المياه الضخ تأتي للحي ولكن مياه التصريف تعيش في الأرض. هذا يغير مستويات المياه وتطلع بعد السطحية فترة على السطح وتطلع بعد وتسبب. نعم. المشاكل اللي تسبب كل المشاكل اللي تكلم عنها. جميل جدا. بالنسبة للصرف الصحي عندكم، هل فعلا يعني أنتم كسكان لهذه الأحياء في خزانات أرضية عملتوها وأغلقت هذه الخزانات؟ الآن ما في طفح للمياه في هذه الخزانات، لكن تؤثر على المنطقة؟ يعني ممكن يكون نشوف في, في, في المنطقة اللي أنتم موجودين فيها تسربات للمياه من خلال هذه الخزانات؟ لاحظتوها؟ الخزانات عميقة جدا اللي عملتها الشركة تقريبا، اللي عملتها الشركة أيه؟ إلى الآن ما عملت، يعني أقصد إلى الآن ما اشتغلت الشبكة فيها. لا ما اشتغلت الشبكة، ما اشتغلت، ما اكتملت، يدوب عملوا خزانات وتوصيل من خزان لخزان. أنت عندك الآن في كل يوتيرن أو مدخل ومخرج لشارع يكون في خزان أمامه مع الخط الرئيسي، في عليه سلامة، عليه وسائل سلامة. يعني شيء لا يذكر، صبات، وحتى الشبكة اللي موجود عليها بلاستيكي، ما في إضاءة لها. مهندس عبد المجيد تابعتوا هذا الموضوع؟ شفتوا الخزانات هذه؟ يعني هي تسببت بأنه شخص فقد حياته؟ تابعناها وتواصلنا كل معها الخزانات اللي موجودة في هذه المنطقة شمال جدة. نعم تابعناها وتواصلنا مع شركة المياه، وأرسلت بناء عليها وبناء على متابعتنا شركة المياه إلى كل الشركات باستكمال أعمال السلامة. جميل. في الموقع على أرض الواقع إيش صار؟ والمواقع الحقيقية بعضها أغلقت، هي بعضها أغلقت. نعم في بعض المواقع أغلقت بالفعل في المناطق، كما حصل بالنسبة لطريق الملك سعود، ونأمل إحنا في المرحلة الجاية من خلال يمكن ثلاثة إلى ستة شهور تغلق أيضا مناطق جنوب طريق الملك سعود. الحادث اللي صار الآن يمكن لي سنة
نعم. وما زلنا ننتظر ست شهور تتوقع حتى تغلق أغلقت اللي في المنطقة اللي هنا. أغلقت اللي في المنطقة الريحية. وأغلقت اللي في طريق الملك سعود. واللي في طريق الملك سعود. إيه باقي بعض المناطق الأخرى برضو تنتظر وقت حتى تغلق. مشاريع بالنسبة لهم إحنا ما نعرف آليتهم. هذه ترى. كمجلس بلدي. إحدى المشاكل الرئيسية في عدم مرونة العمل في القطاع الخدمي الحكومي. محتاج إلى عملية تزاوج ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي حتى. يعني تتبلور هذه المرونة. ما تقدروا تقوموا بهذا الدور في المجلس البلدي، أنتم صوت الناس، اليوم حضرتوا للمجلس البلدي عبر انتخاب هؤلاء الأشخاص لكم ممتاز. حتى تصلوا إيش السلطات اللي موجودة عندكم؟ إيش الصلاحيات اللي موجودة عندكم؟ جميل. كيف تقدروا تستخدموها حتى تخدموا هذه القضايا؟ المجلس البلدي دوره رقابي أكثر من تنفيذي. هو يمكن لو نظرنا للعالم كله حنجد المجلس البلدي هو الذي يقوم بالعمل مباشرة ومسؤول عنه، ورئيس البلدي هو رئيس هذا المجلس البلدي، وبالتالي يصبح صاحب قرار. يعني ليس لديكم سلطة في التدخل في مثل هذه الأمور بقوة؟ في التنفيذ لا، إحنا مجرد سلطة في المراقبة وفي التبليغ عنها وإرسال القرار للأنسب للواقع. يعني عندنا على سبيل المثال حي الأصالة، حي الأصالة شمال ملعب الجوهرة يعتبر كأنه حوض لعدة عوامل، لو نزلت عليه المطر خمسة دقائق الأمطار فعلا غرق بالكامل. ليش؟ شماله في مجرى السيل، ومجرى السيل إلى أعماق 15 إلى 20 متر. إيش الحلول طيب باشمهندس؟ الحلول كانت عملية بسيطة بالنسبة لحد الآن، يعني نبحث من يعلق الجرس. ما علقت الجرس أنتم طيب في المجلس البلدي؟ إحنا عملنا قرارنا وأرسل كتقرير ثم أرسل للبلدية كحل. إحنا قمنا حتى بدراسة حل فني وأرسلناه للأمانة، تفضلوا هذا حل فني تأكدوا منه واعملوا عليه. العمل اللي أنتم كلف أكثر 200-300 ألف ريال. مهندس عبد المجيد بصراحة الجهات المتعاونة معكم كمجلس بلدي، أنتم تراقبوا الخدمات اللي تقدم للناس في جدة. نعم. جدة من أهم المدن السعودية وفيها كثافة عدد سكان، عندكم أحياء كثيرة جدا. نعم. الجهات التي تتعاون معكم في تنفيذ المشاريع، في رقابتكم على المشاريع، في سماع صوتكم اللي هو صوت الناس بصراحة. هو خليني أكون واضح أكثر، كل هذه الجهات اللي تعاملنا معها بتستمع لنا وبتأخذ مننا، إنما الجزء التنفيذي هو خاص بهم بالنسبة للتقارير وتنفيذهم والرجوع إلى مركز القرار عندهم. أكيد أكيد بطيء لا شك فيه، لكن في آخر مطاف إحنا بنتقدم بهذه الأشياء لهم وبنعطيهم الحلول أو بنعطيهم أفكار لسحب الأمور للحلول نفسها. ولكن في آخر مطاف كان في تعاون، كان في تجاوب نسبي. نعم تعاون نسبي نعم، لكن إحنا بنتكلم مع سلاح الحدود بيجينا ثاني يوم، بنتكلم مع الأرصاد بيجونا ثاني يوم، تكلمنا مع شركة المياه حضرت معنا حتى لقاء المواطنين أحيانا. الأمانة ما حضرت لقاء المواطنين لهم، قد يكون لها مبرراتهم، أنا ما أستطيع أن أحكم على المبررات اللي استندوا لها. هذه اللقاءات مهمة طبعا لعرض هذه المشاكل على الجهات المسؤولة. عشان أسمع صوتك لقاء مهم، أنك تجلس معهم تسمع صوتهم. إلا ما لديها برنامج، أنتم برضو عندكم دور أنكم تنقلوا هذه الأصوات حتى لو ما حضروا المواطنين. نعم حتى لو ما حضروا إحنا ننقل هذه الأصوات، ننقلها سواء كانت شكاوى أو أحداث معينة، سواء كان جاء عليها تقرير أو إحنا كشفنا عليها، لأنه لنا زيارات ميدانية كبيرة. ختاماً مهندس عبد المجيد، هل سنرى حلول لهذه المشكلة قريباً أو لا؟ إن شاء الله نأمل ذلك. إحنا بنأمل إن شاء الله خطة 2030 إنها تنقلنا فعلاً إلى 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 العالم الأول، إنه تختفي من عندنا ظاهرة الصهاريج في المدى القريب. هل في حلول تتوقع؟ نعم أو لا؟ أعتقد تسأل الجهة الخدمية أفضل. تتوقع نعم أو لا؟ توقعاتي كمواطن لا. شكراً جزيلاً لك مهندس عبد المجيد، شكراً جزيلاً لكم من حضرتم معنا اليوم لعرض هذه المشكلة. نتوقع إن شاء الله أنه تصل هذه الأصوات للجهات المسؤولة، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون في حلول لهذه المشاكل قبل يعني أن تودي بحياة بعض الأشخاص مثل هذه الخزانات المفتوحة، أو حتى أن تنهي معاناتهم مع الصهاريج أو حتى مع تسربات المياه.